انت ايه رايك في الكلام اللي اتقال على الماتش الاهلي والاسماعيلي امبارح؟ عايز اخد رايكم كده في القصه دي، مش في ان الكره جول او مش جول، يعني هو في الاخر يعني ناس شافوها في الايد وناس شافوها من الايد، وفي احداث بتقول انها في ايديه، يعني سيبك من ده، انا بتكلم ما ترتب عن ده، رايك ايه يا كابتن عبد الجليل؟ لا هو طبعا ما ترتب ان يعني شيحه، انت عارف الواحد صديقنا ونعرفه كده، بس اللي عمله لا اندفع اندفع جدا. و انا قلت له نصيحه، اذا كان يعني يتقبل مني النصيحه، احنا اصدقاء يعني، يا ريت يعتذر، لان هو كادر اداري كمان، وبدا نائب رئيس نادي، فانت كمان وانت قاعد حتى هنا في الاستوديو، انت حتى بتنتقد، وحتى لو انت انفعلت برضه انت ليك. انا بس عايز اوضح له حاجات صغيره وقائع. ما طول عمر الجماهير بتشتم او بتزعق لبعض او ما هو الاهلي والزمالك جماهيره ايه بتحفل على بعض؟ هو الاهلي والزمالك دول عمرهم ايه؟ ما شفتش حد من هنا او هنا او بتاع. انا بقول لك سنه 94 وهو كان شيحه موجود في الاسماعيليه، بس كان لسه صغير شويه، ما كانش 94 يا كابتن، لعيبه النادي الاهلي وانا منهم خارجين من الماتش الاسماعيلي بعربيه مصفحه، كان معانا الان هاريس انجليزي، بعد الماتش قال انتوا بتقولوا جمهور انجلترا متعصب، احنا بين الشوطين السنه اللي خدنا فيها الدوري تعادلنا 1-1 الماتش، وبين الشوطين ما دخلناش اوضه اللبس يا استاذ شبانه، تيجي تخرج الطوب شغال ومش عارف تخرج، فقعدت خدت المحاضره بين الشوطين في اوضه في الدايره وحواليك الامن المركزي، دايره بتاعت نص الملعب بين الشوطين. حد من النادي الاهلي طلع وقال لك جمهور الاسماعيلي عمل فينا او ليه؟ عشان ده ناس مسؤوله، بكلمك بجد ايام ساعتها احنا كنا 1-1 في حجه، والنادي الاسماعيلي مش حتى لو الجمهور كان فيه حاجه مش حتى النادي ملوش دعوه. انا بقول له ممكن تنتقد اي حاجه الا جماهير الاهلي، ده خط احمر، ما تقولش اصل جماهير الاهلي ولاد كذا ولا عملوا كذا، لو ما قالش ولاد كذا لا قال قله ادب. لا انا سمعت البتاع كلها، قال لك لا وما ينفعش، وبعدين يعني دخل في حوارات مالناش دعوه بالالفاظ، قال لك اصل الاهلي مخلص على لعيبه الاسماعيلي. طب هو الاهلي لما كان بيشتري منك لعيبه الاسماعيلي كان بيديك ترمس؟ ما انت كان بيديك فلوس، انت ما عرفتش تدور، هو ناسي ان الاسماعيلي بقاله 7 سنين في الدوري. معظم اللعيبه اللي راحت الاهلي ما كانش بيشتري المباشر، يمكن 2-3 بس، معلش حتى لو واحد، يمكن مروان، حتى لو واحد مروان محسن كابتن مش كده بس وزي برضك لا مروان كده. مش مروان محسن، اسمه مين ده؟ مروان محسن راح مين يا شباب تاني يعني؟ كهربا كان سافر، اسمه مين ده؟ بركات كان سافر ورجع، الاسماعيلي الاسماعيلي كان راح ورجع، يعني عماد النحاس كان تجربه احتراف، ده بركات قعد سنه ونص، ده بركات راح اهلي جده بعدين راح العرب القطري، رجع من قطر لا بعدين راح العرب القطري لو تفتكر، رجع على الاهلي تمام. اسلام الشاطر كان راح الزمالك الاول بعدين راح اتحاد جده ورجع على الاهلي، شيحه ما يشيلش عماد النحاس راح السعوديه وبعدين رجع على الاهلي كابتن، انا بقول لك موضوع كوبري ده من زمان، معلش وخالد الاسماعيلي وسيد معوض كان راح لتركيا وبعدين رجع على الاهلي. لا يعني حتى كان القصد ايه؟ ان انت بتاخد فلوس وبتسيب اللعيب يحترف، بس انا بالظبط ما دورتش ليه النادي بقالك 7 سنين عمرو السوليه ما راح طرف بتنافس على الهوا، بس انا برضه يعني عشان برضه الموضوع ما يتحولش يا كابتن عبد الجليل مع كامل احترامي ليك للتعصب برضه، يعني مفيش حاجه اسمها خط احمر لجمهور الاهلي. ليه؟ فيش حاجه اسمها خط احمر لجمهور الاهلي. ايوه ما تغلطش في جمهور النادي الاهلي ابدا يا بليغ، لا انت ممكن تنتقد النادي بس الجماهير لا، خلينا برضك نناقش الموضوع فضل. يعني بدون تعصب، يعني ما تحاولش الموضوع ان هو لا زي ما كان، هو الانتقاد زي ما بقول بليغ، هو القصد ايه؟ ان انت ممكن في خطا في تقول ده غلط، جمهور اخطا لكن لا تتجاوز، يعني لا هو تجاوز، يعني هو النقد حق مكفول طبعا، ما فيش حد يقدر يحجب رايك وانت قاعد دلوقتي في الاستوديو، حد بيقول لك انت كابتن الواقع إيه؟ اللي حكيت لك عليها دي بقى لها 20-30 سنه محدش سامع عنها، احتراما لشعب اسماعيليه احنا اكتر ناس بنحب الاسماعيلي يلعب كوره وما ينفعش يهبط. السنه اللي فاتت انت لو تفتكر جمهور الاهلي قال لك الاسماعيلي مش هينزل، قعد يقولوا مش هينزل في ماتش من الماتشات السنه اللي فاتت، فبقول له انت بقى لك 7 سنين الاسماعيلي في الدوامه دي بسبب اداراتكم، ومش عايز اقول لفظ مش حلو، اللعيبه كمان مش على قد المستوى. لا الاهلي انا مش عايز كابتن، هو 60% في مستوى الماتش الاسماعيلي كابتن عبد الجليل، انا مش عايز ما تعممش، انتوا جمهوركم وانتوا الاسماعيلي ولكم 7 سنين، ما تاخدش الامور برضو في عموميات، خلينا نتكلم فيها في اطار الماتش والاحداث اللي حصلت في الماتش. احنا بنتكلم، انا مش عايز ناخد دوري تصريحات في الماتش، كابتن محمد شيحه خلاص، يعني احنا استاذ محمد شيحه، احنا شيحه قلنا له يعني، بس انا برضو يعني عاوز اعقب على كابتن محمد انت كنت شيحة. مندفع اكتر من لازم وكان عنده تجاوز اكتر من لازم، بس كابتن محمد شيحه تعامل انه جمهور مش مسؤول، في فرق بين ان انت تبقى مسؤول. لا يا بليغ لا انا بقولك لا، يعني هو اللي عامل لا، ما انا بقولك لا يجوز، بص يا استاذ محمد حتى لو مسؤول السبب مش جمهور، لا بقولك لو تعامله ده انت كجمهور بس ما تقولوش في قناه كمسؤول، يعني النهارده لو هفتح التليفونات للجمهور يا استاذ محمد انا متفق معاك، وانا في وسيله اعلاميه مرفوض برضه كجمهور، حتى لو جمهور لو دخل عليا جمهور وحد تجاوز هسيبه يكمل، اقول اصل ده جمهور، حتى لو
لو اتكلم برضو المنصات الاعلاميه ليها قدسيتها، انا معاك في حته ولها نظامها ولها برضو ضميرها ولها اخلاقها ولها اكوادها يعني. طب صح؟ انا كامل، بس اقصد ان هو الكلام ده يعني يقعد يتناقش فيه كجمهور مع جمهور اسماعيل ايا كان التعصب، والناس تناقش بعضها في قاعده، لكن لا يصح هو كنائب رئيس اللجنه اللي بتدير الاسماعيل ان يتحدث بهذا الطريق. زي ما انت قلت وانا يعني اتفق معاك في حاجات يعني من حضرتك قلتها، ان انت بتقول انت انتقد كما تشاء، اتكلم عن التحكيم، قول انت النهارده لما النهارده الناس بتتكلم على الاسماعيلي طلع بيان ان هو ضد التحكيم وانتقد التحكيم وقال التحكيم غير جاهز، والهدف زي ما انت قلت في ناس اختلفت عليه انه صح او خطا. انا من الناس مثلا اللي انت بتقول مع الهدف صحيح، انت مع الناس اللي بتقول هدف خاطئ، ده امر وارد، لكن فكره التجاوز ده امر طبعا غير مقبول. بس في نفس الوقت زي ما اتكلمنا عن التجاوز بتاع الاستاذ محمد ورفضناه وبنطالبه الاعتذار، برضه زي ما شفنا ماتش مثلا زي في الزمالك بعد الستة، المدير الفني لنادي الزمالك اعتذر عن التصرف اللي هو بتاع نضاي، واشدنا بيه جدا وسوري ونضاي نفسه اعتذر مثلا تاني يوم بصراحه، وانا اشتم نضاي حتى في اعتذاره تاني يوم، وقال انا والله انا ما اقصدش ده، انا بهزر يعني. قبل كده برضو لما حضرتك اشدت بجمهور المصري ببيان المصري لما هنأ النادي الاهلي بالفوز بالبطوله الافريقيه، ليه مجلس اداره النادي الاهلي امبارح كان في تجاوز من الجمهور ودليل انه تم ايقافهم 2000 واحد تم ايقافهم، ليه مجلس اداره النادي الاهلي بكل شجاعه يطلع يقول يا جماعه انا برفض تصرفات الجمهور ده وبطالب انا بطالب الجمهور الفتره الجايه؟ طب ما انا اديني اكمل وجهه، طب ما مش معقول كل الجمهور هيتجاوز في مدرج تقول لاداره النادي اطلع اعتذر عنه. لا انت دلوقتي بتقول لي الجمهور حاجه والاداره حاجه، بتتكلم في ماتش استثنائي مع جماهير استثنائيه مع وضع في احتقان، ليه الاهلي ما يعتذرش؟ ليه مجلس اداره النادي الاهلي بيرفض يرفض مش هقول لك يعتذر، ليه مجلس اداره الاهلي ما يرفضش التصرف؟ طب انت هخفف الكلمه لو مش عاجبك اعتذار او رفض، اقول لك ليه مجلس اداره النادي الاهلي؟ اديني مثال في الدنيا، اديني مثال يا استاذ بليغ، بس لحظه واحده، اديني دلوقتي واحنا قاعدين مثال في الدنيا دي كلها ان في جمهور غير الهتافات العنصريه، حلو، جريمه بيعاقب عليها اللوائح والقوانين وجريمه انسانيه اصلا. اديني مثال كده واحنا قاعدين اهو في جماهير العالم ده كله، هذا الكوكب اللي احنا عايشين فيه، ان في اداره اعتذرت عن يا فندم اداره عن تحفيل جمهور على جمهور يا فندم. اديني مثال يا فندم، انا لا اتكلم عن تحفيل، انا اتكلم عن تجاوزات في الملعب. طب اديني مثال كانت ملعوبه. طب ما انا بقول لك هو النادي الاهلي مش دايما مش هيبطلك، هي متعه الكوره في كده. طيب يعني دلوقتي محمد لو النادي الاهلي، اديني مثال. طب انا مش لا يعني مش فاكر بصراحه امثله، بس انا بسالك على عشان ما فيش، انا هسالك بس استنى، انا هسالك عن وقائع. انا مالي من الجمهور، لا يا فندم اقول لك الجمهور كده كده بيتلف، لا في رغم ان بنختلف إدارة مع نادي إدارة نادي الزمالك جمهور. لكن اداره نادي الزمالك في اكتر موقف طلعت واعتذرت عن عدم رضاها عن تصرفات بعض الجمهور. ماشي متشكرين، خليك اتكلم واضح. انا بقول لك اهو قد تتفق، انت مش قلت مثال، انا اقول لك انت لو النادي الاهلي مجلس اداره الاهلي. طب بس انت يا استاذ محمد، انت حتى يعني لما باجي اختلف معاك في الجزئيه دي مش انا خلاص، ما انت قلت رايك، ما اديتش فرصه ايه؟ انا يا سيدي ده انت قعدت زي حسبنا 10 دقايق بنتكلم، انت بتكلم منهم سبعه اهو. ليه مجلس اداره النادي الاهلي يا استاذ محمد ما يرفضش التصرف ده ويدعو انه يا جماعه احنا في مرحله ان احنا مش محتاجه احتقان جماهيري، وان انا بقول انه اللي حصل ده مرفوض؟ هو ليه قال حاجه زي ما انتقدنا تصرف محمد شيحه ومنطلبه بالاعتذار، بيقول انه مجلس اداره النادي الاهلي هو اللي بيوضح انه رافض تصرف الجمهور. بليغ كابتن محمد شيحه راجل مسؤول، وانا مش بلومه انا بلومه كراجل كادر يعني، انت كده بالعكس اكتر حد خسران من تصرف هو نفسه. طبعا هو نفسه لو خلي بالك ده في قضيه ضده يعني، وحقه ده يعني حق النادي الاهلي، النادي الاهلي من حقه يرفع عليه قضيه من حقه. لا يعني بقى مش عايز الامور توصل لكده، لكن انا اقصد هو نفسه كادر، ممكن يبقى حاجه كويسه جدا، هو راجل كويس بصراحه. هو انا فوجئت بالطريقه، لانه شيحه نفسه كان ليه موقف سابق لما اللعيبه في ماتش المقاولين بتاعت الاسماعيلي ما اعرفش حصل ايه، وكانوا بينسحبوا او حاجه من الملعب، طلع شيحه في القناه واعتذر. فاكر انا عن فاكر الموقف، حتى فاكر انا اشدت بيه وقتها، فاكر قلت ان ده كلام عاقل وقتها يعني. فانما الجمهور حاجه والادارات حاجه.